بقى هسه اعطيكم فد شغله كلش راح تفيدكم اسمها استراتيجيه تحلل اسئله. اعطيت لكم استراتيجيه بسيطه وسهله. شوفوا انت اول شيء عندك الوقت، اجي وقت ايش قد بالكروك؟ اربع ساعات. نضربها في الدقائق كم دقيقه؟ 240 دقيقه. 240 دقيقه. طيب 240 دقيقه انت كم سؤال عندك؟ 200. يعني لو قسمناها ايش قد يطلع لك؟ كم ايش قد يعني سؤال واحد يطلع لك 1.2 دقيقه. يعني عندك وقت دقيقه تقريبا لكل سؤال. 80 ثانيه. لا اكثر. اي تقريبا 80 ثانيه صح. فهمت عندك ترى انت لا بالك عندك وقت لا نهايه. فخلاص شو راح تكون الاستراتيجيه؟ شوفوا با اول مره شو تسوي؟ شوفوا الامتحان هذا بتطويخ، لازم تخلي بالك انه لازم تطوخ دوائر حتى يقراها الكمبيوتر، فهذه خليها ببالك. اول شيء تسوي تقرا السؤال، اقرا السؤال، قد السؤال وش تقرا السؤال. طبعا شنو التمعن؟ كلمه تمعن مو معناتها بطيء، بس تقرا شويه بتركيز. ليش؟ لان ترى لو ما قريت بتركيز راح ترجع مره اخرى تقراها وتضيع وقت اكثر. فاقرا بتركيز متوسط، يعني لا فد مره تضيع وقت ولا فد مره على السريع. قريت بتمعن. شوفوا شفته سهل، شفته سهل تقدر تحله. شو تسوي؟ حل حل ولون. حل ولون لون لونه كامل، لونه بشكل كامل. بس شوفوا كنا ملاحظه من تلونون التلوين ما يكون هالشكل انه تحفرون الورقه، مفهوم؟ يعني ما راح تقدر تمسح لو غلطت. التلوين يكون متوسط، التلوين يكون متوسط. اذا سؤال واثق منه لونه بشكل طوق، بس شنو حاول تترس الدائره هذه بالكامل، مفهوم؟ واذا سؤال ما هسه اشوفكم شلون تلونوا اذا مو فد مره واثق. فالمهم حليته، سؤال سهل. تبدا بالاسئله السهله، تبدا ايش؟ بالاسئله السهله، تبدا بالاسئله السهله. ليش تبدا بالاسئله السهله؟ بالبدايه تركيزك انت 98%. الاسئله السهله ما راح تستهلك هوايه تركيز، لو استهلكت تركيزك كله بالبدايه كل شيء ما راح تقدر تفتهم بالنهايه، راسك راح يوجعك كل شيء ما راح تقدر تحل. فتبدا بالاسئله السهله، شفته صعب تروح على الورا. فهذه استراتيجيه، شفته سهل تحل، شفته اذا شفته ايش؟ شفته يدوخ يدوخ. اذا شفته يدوخ شو تسوي؟ التالي تروح على الورا الى ان تلقى لك سؤال سهل. واضح؟ تترك الصعبات. زين هسه خلص السهل، السهل كله حليته، خلص السهل. هسه اجاك ايش؟ الصعب. 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 الصعب انواع، صعب معروف. شو معناته صعب معروف؟ يعني صعب بس انت حال مثله قبل. صعب معروف، شو تسوي؟ الجواب الأكثر شيوعاً. جواب الأكثر شيوعاً، يعني إذا كارديولوجي مثلاً إيكوكارديو يعني من هالسوالف، الجواب الأكثر شيوعاً. تبغى تتأكد من الجواب الأكثر شيوعاً، وهنا شو تسوي؟ تلون كامل الدائرة بس مو لون بهذا الطوخ، تقدر تمسحه. حتى لو كان خطأ تقدر تمسحه، لأن لو طوخته بشكل راح تظل تتعب وتمسح ساعتها ما راح تخلص، بس لا تعوفه فارغ، ما لك تعوف سؤال فارغ، لأن هواي طلاب بالأخير راح شنو؟ ما راح يلحقون يحطون ما راح يخبطون وراح يروحون يطلعون في 20 30 سؤال هم أصلاً ما معلميها أو ناسين أصلاً يعلموها. فماكو سؤال ما تعلمه، بس هذا تعلمه شوية أقل لوناً من هذا، بس تملى الدائرة بالكامل حتى يقرأ الجهاز حتى إذا نسيته. طيب سؤال هسه صعب معروف، إذا كان صعب صعب غير او مجرد صعب، خلينا نعرفه غير معروف او صعب غير معروف. غير معروف ضع. تجي على الاختيارات، تجي على الاختيارات تشوف الاختيارات على شنو بدك تتكلم، على قلبيه، على اربع اختيارات. ثم مثلا اذا خمسه اربعه من عندنا نتكلم على القلبيه، تعرف شغله بالقلبيه، اختار لك اختيار قريب على السؤال مو اكثر. شوفوا مو الاختيارات هالمره تباوع، شوفوا الاختيارات نفتهم سوا، بس شوفوا الاختيارات على شنو بدك تتكلم. يعني اذا بدي اتكلم لك على القلب فراح تكون اختيارات على القلب، فشوف يا اختيار اقرب تشوفه، فمن الاختيارات هالمره تجاوب. وهمينا لما تطوخ تطوخ نفس القبله.
واضح؟ زين السؤال صعب جدا جدا، هذا ابد ما تعرف تحله. اختار اكتب اي جواب، هم متعوف وفارغ، والطوخه نفس هذولا متعوف سؤال فارغ خلاص، انت ما تعرف تحله. ها ولا تطول ولا تطول به، لا طول. شنو لا تطول؟ اكو واحد لما يشوف سؤال صعب يظل عليه يصرف نص ساعة، يستاهل هو درجة واحدة راح يحصل عليه نص درجة. فأنت مو ظل على مود هذا السؤال صعب وضيع كل البقية، خلاص ما عرفت شو، ماكو فائدة، ماذا تعرفه؟ لا من الأجوبة ولا من شيء، اكتب أي جواب وفضهر، هذا حظك يا نصيب. بس هو بالنهاية إنه شنو، خلاص عديته كلمة. فهذه استراتيجية الحل. زين بقى شغلة بسيطة تعرفوها، لما تقرأ السؤال الاختيار اللي يجي أول مرة براسك هو أقرب يكون صح. تدرون ليش؟ لأنه دماغك بصور ذهنية يسترجعها على السريع قبل ما تفكر. أول ما تشوف السؤال هو راح يقالك كيوردات الوحدة، فراح يجي جواب ببالك، هذا جواب على أكثر هو يكون الصح، مفهوم؟ فحاول تجاوبه. ليش؟ لأن أنت من تبدأ تفكر تبدأ شنو تقول لعقلك، لا 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 وقف وقف، أنا عندي كيوردات الخاصة بي خلي أتأكد. فأنت من تشوفها حاول أنه دائما بالسؤال السهل الجواب الأول يجي على بالك هو الأقرب أنه يكون صحيح. واضحة؟ فهذا استراتيجية حلل أسئلة.